بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد وقفنا عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. تكلمنا عن أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يؤتي الملك لمن يشاء وأن ينزع الملك ممن يشاء، لأنه سبحانه قادر وقدرته تتجلى في مظاهر هذا الكون. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يولج الليل في النهار، يدخل الليل في النهار كما شرحنا في الدرس السابق، ويولج النهار في الليل. وكنا نتحدث عند قوله سبحانه: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. وقلنا إن علماء التفسير القدماء يفسرون ذلك على حسب علمهم وما وصل إليهم، يفسرونه بالحبة التي تكون في السنبلة، فالحبة في رأيهم ميتة والسنبلة حية، ويمكن للحبة أن تغرس في الأرض فتصبح ساقا من سيقان القمح وتخرج السنابل. كذلك النواة في التمرة أو البلحة، النواة يقولون إنها ميتة، وإذا ما أخذت من النخلة، والنخلة حية، فالنخلة حية ويأخذ منها الميت. وإذا غرست النواة في الأرض تخرج نخلة، فكأنه يخرج الحي من الميت. وقلنا البيضة في الدجاجة أيضا، فالبيضة في رأيهم ميتة وتخرج من الدجاجة الحية، ويمكن أن تستغل هذه البيضة فيخرج منها الفرخ، أو تخرج الدجاجة فيكون قد أخرج الدجاجة من الميت وهو البيضة. هذا كل ما وصل إلى علمهم. لكن ذكرنا أن علماء الأحياء في العصر الحديث وصلوا إلى إخراج الحي من الميت بمعان أضخم وأكبر، فقالوا إن الخلايا في الكائن الحي يموت بعضها ويحيا بعضها الآخر. وقلنا إنهم يقولون إن جسم الإنسان مشتمل على خلايا، هذه الخلايا ملايين الخلايا، هذه الخلايا بعضها يموت وبعضها يتجدد فيعيش، والبعض الذي يتجدد بالغذاء وبغير ذلك، من أول نمو الطفل إلى أن يكبر ويشيخ، والخلايا في جسمه بعضها يموت وبعضها يحيا ويتجدد. وقالوا إن جسم الإنسان يتجدد كل 10 سنوات، فكل 10 سنوات تكون الخلايا القديمة قد ماتت وحلت محلها خلايا جديدة. فقالوا إن الإنسان إذا عاش 50 سنة فمعنى ذلك أنه جدد خمس مرات. ثم قالوا إنه بعد أن يموت أنت تظن أنه قد مات، لا، هو مات في رأيك، ولكنه في علم الحق سبحانه وتعالى حي، فالخلايا تتجدد بطريقة أخرى بعد الموت تتجدد. وهذا يثبت أن البعث قائم وأن البعث حق وأنه حادث لا محالة. كما أن العلماء علماء الأحياء نظروا إلى كل الكائنات فقالوا إنها حية،
كل ما تظن أنه ميت هو حي. حتى لو قلت لك هذه السارية أو العمود في المسجد تظن أنه ميت ولكنه حي. والدليل على ذلك ما حدث مثلا من أن حجرا كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. حجر في مكة إذا مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عليه، يقول له السلام عليك يا رسول الله، وهو لم يكن قد بعث بعد. والحصى سبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن وسمع له صوت. الطير تسبح، وكانت تسبح مع داود عليه السلام، والجبال تسبح مع داود عليه السلام. فقال العلماء إن جميع الكائنات على ظهر الأرض فيها حياة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالعلم أثبت أشياء كثيرة، تموت خلايا وتتجدد خلايا، إذن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي أوسع مما قال المفسرون. وفيه هذا الكلام الجميل الذي وصل إليه العلم الحديث مما يثبت قدرة الله سبحانه وتعالى. وقالوا إن الخلايا في جسم الشاب مثلا تتجدد بطريقة أسرع مما هو في جسم الشيخ الكبير حتى يفنى. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فالله سبحانه وتعالى القادر على إدخال الليل مكان النهار وإدخال النهار مكان الليل، والقادر على تجديد الحياة في الكائنات، هو قادر على الرزق. فمسألة الرزق مسألة سهلة بالنسبة لما هو من قدرة الله سبحانه وتعالى. ومن قدرته الرزق الذي يرزقه للمؤمنين بأن يعزهم وأن يذل أعداءهم. فتؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عنده القدرة. والقدرة تتجلى في الليل والنهار، تتجلى في تجديد الخلايا وإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، وتتجلى في أنه طالما أنه يملك هذه القدرة فهو قادر على الرزق. ومن الرزق أن يعز المؤمنين ويذل الكافرين. وهو يرزقهم بغير حساب، يعني متفضلا عليهم. فبغير حساب يعني المفروض أنه يرزق على حسب عمله الذي يعمله. لا، الله سبحانه وتعالى يعطي الرزق على العمل وعلى غير العمل، فهو عنده فضل كبير. ويمكن أن يكون على صورة أوسع من أعمالهم، فكل واحد منا يعمل الصالحات ويرزقه الله، هل يرزقه على حسب هذه الأعمال فقط أو أنه يزيد؟ الواقع أنه يزيد عليها، لأن عملي لا يؤهلني للرزق الذي أنا فيه، فالرزق الذي أنا فيه أوسع بكثير مما قدمت أنا من العمل. فإذا كأنه لا يحاسب على العمل كما يحاسبك الأستاذ على الإجابة في ورقة الامتحان، وإنما يعطيك ما هو أكثر. إذا كلمة يرزق من يشاء، عبارة يرزق من يشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب، إما أنه يرزق تفضلا فهذا الفضل منه إليه، وإما أنه يزيد على ما يستحق الإنسان، فالإنسان يستحق رزقا على قدر عمله، يعطيه هو أكثر من هذا الذي يستحق. إذن لا يحاسب بالضبط فيعطيك على قدر عملك، وإنما يعطيك ما هو أوسع من عملك. إذن هذا معنى ترزق من تشاء بغير حساب، فهو فضل وزيادة من الله سبحانه وتعالى لا يستحقها العبد بعمله.
وإذا كان يرزق من يشاء بغير حساب فهو يرزق المؤمنين العزة ويسلب من أعدائهم العزة ويذلهم للأمة. إذا ما رجعت إلى ربها وعملت بالقرآن والسنة فلن يصيبها ضرر، وإنما تكون عزيزة، إنما تهان لبعدها عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الحق سبحانه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. هنا ينهى المؤمنين، لا يتخذ، نهي، الفعل يتخذ مجزوم ولا ناهية. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، يعني لا يجوز أن يعاون المسلم الكافر، لا يجوز، لا يجوز أن يعاونه ولا أن يناصره ولا أن يتخذه صديقا له، لا، إنما هو يأخذ الصداقة الحقيقية والتعاون الحقيقي مع المؤمنين. فالمؤمن يعاون المؤمن ويناصره، ولكنه لا يعين الكافر. هذا نهي، ينهى المؤمنين عن أن يعطوا نصرا أو معاونة للكافرين، لا يجوز. فالفعل مجزوم ولكنه حرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. فالأصل لا يتخذ، يعني أيها المؤمنون لا تتخذوا الكافرين أولياء، وإنما كونوا نصراء وكونوا متعاونين مع إخوانكم المؤمنين. هذا معنى من دون المؤمنين، يعني لا يصح أن تعين الكافر وأن تترك معاونة أخيك المؤمن، لا يجوز. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني ليس من الله في شيء، يعني لن يعاونك الله إذا عاونت الكافر. أنت تقول إنك ولي الله وأن الله وليك، لا يجوز أن تقول هذا وأنت ولي للكافر، لا. فإذا كنت وليا للكافر وتساعد الكافر وتعاونه فلن يعاونك الله ولن يكون معك، فليس من الله في شيء، يعني ليس له ولاية من الله. لأن المعروف أنك إذا كنت صديقا لفلان وتصادق عدوه لا يجوز. كيف تصادقه وتصادق عدوه؟ سيقول لك أنت تصادق عدوي، فلماذا أنت تصادق عدوي وتدعي أنك صديق لي؟ شوف الشاعر ماذا يقول: تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك، ليس النوك عنك بعازب. تود عدوي، يعني أنت تصادق عدوي ثم تدعي أنك صديق لي، لا، إذا صادقتني لا تصادق عدوي. فأنت تدعي أنك في ولاية الله وأنك تحت معاونة الله، كيف وأنت تصادق الكافر؟ لا، سيتخلى الله عنك. كما أنه لا يجوز لمن يصادق واحدا أن يعين عدوه أو أن يصادق عدوه، لأن الصديق إذا وجد أنك تصادق عدوه سيقول لك: لا، لن تصادقني لأنك صديق لعدوي، وما دمت أنك صديق لعدوي فلست صديقا لي.
تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك. ليس النوك عنك بعازب. النوك النوم أو النعاس. النعاس يعني أنت نائم، أنت غافل، تظن أنني صديقك وأنت تصادق عدوي. لا، فالله سبحانه وتعالى يقول لا تصادقوا أعدائي. فالكفرة أعداء لله سبحانه وتعالى. فيا أيها المؤمن، إذا كنت تريد أن تحظى بعون الله فلا تصادق الكافر ولا تعاونه. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني ليس له من ولاية الله شيء، إن الله سينصرف عنه ولن يساعده. لماذا؟ قال لأنه يساعد العدو، فالكافر عدو لله فلا يجوز أن تساعده. إذا ساعدته فإن الله لن يساعدك. ليس من الله في شيء، يعني ليس من ولاية الله في شيء، يعني لن تجتمع ولاية الكافر وولاية الله، لا، اختر واحدة. إذا كنت مع الله لا تكون مع الكافر، إذا كنت مع الكافر فأنت بعيد عن الله، فليس من الله في شيء. إلا أن تتقوا منهم تقاه. أعطى فرصة. قال إذا كان الكافر قويا وأنت تخاف منه فلا مانع أن تداهنه، لا مانع أن تظهر له المودة. إذا كان الكافر أنت تخاف منه لأنه يتسلط عليك، إذا ما أنت امتنعت عن مصادقته فسيؤذيك. فإذا كنت تحس أنه سيؤذيك فلك الحق أن توافقه من حيث الظاهر، تظهر له أنك معه، ولكن قلبك لا يرتكن إليه. إلا أن تتقوا منهم تقاه، أو أنك تريد الحذر من شيء قد يحدثه هذا الكافر. إذا أنت أظهرت له العداوة، جاهرك بالإيذاء، فماذا تفعل؟ خذ جانب التقية، يعني تبعا للخوف لا بأس أن تعامله، لكن عامله بالظاهر وقلبك ليس معه. إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. هذا تهديد للذين يوالون الكفار، تهديد لهم، لا توالي الكافرين ولا تكن معهم. الذين لا يلتزمون يحذرهم الله بأنه سينصرف عنهم، بأنه لن يساعدهم، بأنه سينزل بهم أيضا العقاب. فمعنى ويحذركم الله نفسه يعني خافوا أن توالوا الكافرين. خافوا الله، وهو أعطاكم فسحة إذا كنتم تخافون من هذا الكافر أو تخافون من إيذائه أن تعاملوه من حيث الظاهر، لكن لا تركن إليه ولا تساعده بإخلاص، لا، لأن هؤلاء ليسوا معكم، لأن الكافر لا يحب المؤمن ولا يريده، بل إذا تفرد به تخلص منه نهائيا. فإذا هؤلاء أعداؤكم فاحذروه. ويحذركم الله نفسه أن تركنوا إلى الكافرين. وإلى الله المصير، رجوعكم إليه، أنتم سترجعون إلى الله، وسوف يعلم إن كنت صادقت الكافر وعاونته أو لم تكن. فأنت ستقف أمام الله وسيكشف ما في قلبك، بأنك إن كنت تعامله معاملة صادقة فسيعذبك الله، إن كنت جاريته من حيث الظاهر حتى تتخلص من أذاه يعلم الله ذلك ويعفو عنك. هذا معنى وإلى الله المصير.
ثم أكد هذا المعنى فقال سبحانه: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. أراد أن يؤكد الكلام السابق، هل أنت ستتعاون مع الكافر أو لا تتعاون؟ إذا كنت تتعاون معه فسيعاقبك، إذا كنت لا تتعاون معه فسيثيبك ويغفر لك. من الذي يكشف ما في القلوب إن كان التعامل بنية صادقة أو بنية غير صادقة؟ من الذي يكتشف إذا كنت تعامل الكافر معاملة ظاهرية أو تعامله على الحقيقة؟ من الذي يكشف؟ الذي يكشف هو الله، لأنه هو الذي يعلم الذي في صدرك. فإذا كان في صدرك وأنت تبدي شيئا أو تخفيه من موالاة الكافرين، تبديه وتظهره أو تخفيه في قلبك، فالله يعلمه. ومعنى أنه يعلمه أنه سيعاقبك إذا خالفته، وسيثيبك إذا أطعته، فهو يعلم ما تكنه الصدور. من الذي يعلم أننا نعامل الكفار ونحن راضون عن المعاملة أو نحن غير راضين عن المعاملة؟ من الذي يعلم؟ أنت تقول لي أنا أعامله من حيث الظاهر، لكن من الذي يعلم؟ الذي يعلم هو الله، فالله تعالى هو الذي يكشف ما في القلوب ويعلم إن كنت تعامله مخلصا له أو كنت تعامله لتتقي شره، ها هو الذي يعلم. تخفيه أو تبديه فالله يعلم، يعلمه. علم الله واسع، علم الله محيط، يعلم الظواهر ويعلم البواطن، يعلم الأمور الظاهرة ويعلم الأمور الخفية، يعلم كل شيء، يعلم ما مضى ويعلم الحاضر ويعلم المستقبل، علم واسع. أما علم البشر فعلم محدود، علم البشر لا يكون إلا للظاهر، أنا لا أعلم منك إلا الظاهر، لا أعلم من الناس إلا الظواهر، ولا أعلم إلا ما حصل، أما الذي لم يحصل منك فأنا لا أعلمه. إنما الله سبحانه وتعالى يعلم ما خفي وما ظهر وما مضى وما حضر وما سيأتي، فكله يعلم. ثم برهن الله سبحانه وتعالى على علمه الواسع فقال: يعلم ما في السماوات وما في الأرض. برهن على علمه ليدلك على أن علمه محيط بكل شيء، هو يحيط بأمر السماوات وبأمر الأرض وبكل ما فيها، وأنت أيها المخلوق واحد من هذه المخلوقات على الأرض. إذن حينما يقول لك إنما في صدرك يعلمه الله، فهذا ليس غريبا على الله، لأن الله تعالى يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض، يعلم كل هذا. فأين أنت من هذه الأكوان الواسعة لله سبحانه وتعالى؟ أنت ذرة، ذرة في بحر. فإذا الله سبحانه وتعالى إذا أخفيت تعاونك مع الكفار ولم تظهره يعلمه الله، إذا أظهرت يعلمه الله، ومعنى يعلمه الله يعني سيحاسبك عليه، هذا معنى العلم. ونحن دائما ما نقول ذلك في ختام الآيات، فحينما تختم الآيات بأن الله عليم يعني نريد ما وراء العلم، يعني ما وراء العلم أنه سيحاسب. فإذا قال إن الله يعلمه يعني نتيجة لهذا العلم سيحاسبك، إن كنت مخلصا في تعاملك معهم سيعاقبك، إن كنت تعاملهم على التقية سيعفو عنك. من الذي يعلم؟ الله. وعلم الله واسع ومتسع جدا، والدليل على ذلك أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض. والله على كل شيء قدير، عنده قدرة، قدرة كبيرة، قدرة لا يدركها العقل الإنساني. هذه القدرة التي تمسك السماوات وتمسك الأراضين
وتخلق هذه المخلوقات، هذه القدرة قدرة مطلقة، أقول عنها طلاقة القدرة الإلهية، طلاقة يعني قدرة تتصرف كما تشاء. أما قدرات البشر وقدرات المخلوقين فعجز، ما قدرتك وما قدرة الناس؟ هي قدرة لا قيمة لها، قدرة محدودة في حدود أعمال معينة لا تساوي شيئا. أما قدرة الله فمطلقة تشمل كل شيء. فالله تعالى قادر عليك، وقادر على معرفة ما في قلبك، وقادر على ما تظهره، وسيحاسبك عليه. فاحذر من معاملة الكافرين. ثم أراد أن يبين أن الحساب يكون في الدنيا ويكون في الآخرة.